النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أظهرت البيانات المالية لموازنة السلطة خلال العام الحالي أن المانحين قدموا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قرابة 1.1 مليار دولار أمريكي دعما للموازنة وتجنبا لأي عجز قد تتعرض له. وكانت عدة دول تعهدت نهاية آذار الماضي بالتزام مالي للسلطة التي ما زالت تعاني من أزمة اقتصادية أثرت على جميع المرافق الحيوية فيها. حقق المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين مكاسب اقتربت من 4 نقاط في أسبوع شهد أيضاً تحسناً في معدلات التداول، فقد أغلق مؤشر القدس تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعوماً بتحسن مؤشرات 4 من القطاعات الممثلة في البورصة وهي الخدمات والاستثمار والبنوك والخدمات المالية والتأمين، فيما كان مؤشر قطاع الصناعة الخاسر الوحيد. عمت موجة غضب عارمة في القطاع المصرفي المصري بعد قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك والمصارف في مصر بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولي المصرف المركزي والمصارف قبل اتخاذ القرار. وكان قرار مجلس الشورى فاجأ الاقتصاديين في مصر إذ قضى بتعديل أحد القوانين المتعلقة بالضرائب ليشمل فرض ضرائب بنسبة 25% على مخصصات المصارف. تنوي دول أوبك في المرحلة المقبلة تحسين كفاءة الإنتاج عبر الإنفاق على تقنيات جديدة مبتكرة تعمل على تطوير عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج بهدف المحافظة على تدفق مصادر الطاقة بوتيرة تلبي الطلب المتزايد على النفط حتى عام 2035. وبحسب التقديرات فإن الطلب العالمي سيصعد إلى حوالي 107 مليون برميل يومياً. وبحسب صحيفة الرياض السعودية فإن دول الأوبك ستستثمر ما يصل إلى 7 تريليونات دولار خلال العقدين القادمين لتطوير صناعة النفط. طلب مسؤول أوروبي زعماء الاتحاد ببذل المزيد من الجهود لمكافحة البطالة بين الشباب والبدء في اتخاذ خطوات لتحسين الفرص المستقبلية لهم خلال قمة الاتحاد المزمع عقدها يومي 27 و28 من الشهر المقبل. ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في بيان نشر أمس السبت الزعماء إلى تفعيل مشروع ضمان الوظيفة الذي أقره وزراء العمل الأوروبيين في شباط الماضي والذي ينص على توفير فرص تدريب أو استكمال تعليم أو عمل لمدة 4 أشهر بالنسبة لخريجي المدارس. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.